تحولت المبادرة الشخصية والاجتهاد الفردي للصميط إلى عمل جماعي، ثم تطورت إلى عمل مؤسسي من خلال اللجنة والجمعية. ولما بدأت المهام تكبر ودائرة المحتاجين للمساعدة تتسع، أدرك الصميط وزملاء الجدد إنه من الضروري توسيع دائرة الداعمين والمتبرعين المحدودة، فلجأوا إلى إبداع أساليب لتوسيع دائرة الدعم، فبدأوا بابتكار أفكار خيرية جاذبة وذات مصداقية أكبر، كان باكورتها برنامج كافي لليتيم. هذه الفكرة اللي خرج فيها الصميط وزملائه تسببت في إنها تكفل إلى هذا اليوم 150 ألف يتيم في أفريقيا فقط. قعدنا نتباحث في فكرة، أذكر لأول مرة مع الدكتور عبد الرحمن، لماذا لا نطور فكرة رعاية الأيتام تحت مشروع كافل اليتيم، وهذا أول مرة يطرح هذا المفهوم، بمعنى أن تتركز الأضواء على الكافل بدل ما تتركز على اليتيم نفسه، تحت شعار حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ومن خلال هذه الفكرة، بدل ما يتبرع المتبرع لعموم الصدقات أو حتى يتبرع لعموم الأيتام، يتبرع ليتيم محدد في بلد ما، في قرية ما، يعرف اسمه ويعرف عمره ويعرف في أي فصل دراسي، وهذا يحقق مفهوم تضامن الإسلام بشكل أوسع. فبدأ المشروع أو بدأت العلاقة بيني وبينه من إطلاق هذا المشروع، والله الحمد بدأت فيه لجنة مسلمي أفريقيا أول من بدأ بهذا المشروع، وإلى الآن انتشر وأصبح جميع الجمعيات الخيرية بالكويت وخارج الكويت تمارس هذا الشكل، ولقى إقبال منقطع النظير. يمكن الآن تقول 150 ألف أو أكثر من الأيتام مكفولين من الكويت فقط تحت شعار هذا المشروع.